بنات كديرين لاباس عليكم بخير. اليوم فيديو جديد على القناه ديالي قناه ياسما. غادي نقدم لكم فيه واحد البيتزا بواحد العجينه اللي هشيشه بزاف 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 بحال ديال المطاعم واللي المكونات ديالها بساطين بزاف. اول حاجه غادي نحتاجوا ليها الفورص، تقريبا واحد زلافه ونص ديال الفورص ونص زلافه ديال الفينو. اللي ما بغاش يدير الفينو ما يديروش، انا بعدا كندير الفينو باش كتجيني شويه حرشه من الداخل وكتجي الرطبه رخوه. غادي نضيف ليهم واحد المعلقه ديال الملحه صغيره، معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، اللي ما عندوش حبيبات يقدر يدير العاديه. غنضيف ليهم واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون، سير هو زيت الزيتون تيرد العجينه رطبه بزاف، وكتجي دوك فيها دوك الفقاعات ديال فقاعات بحال ديال الخبز ديال الزنقه. وغنضيف ليهم تقريبا واحد جوج معالق ديال الزعتره، وكاين اللي كيسميها الزعتر، هما هادو صافي. غنضيفهم للعجينه ديالي. غنجيب دابا واحد شويه ديال المدافي غادي نكبو هكا صافي، وندير العجينه ديالي باش تعجن ونعاودو نطلقها باش نوريكم الشكل ديال العجينه كي كيجي. هاي العجينه ديالي من مورا مخرجتها من العجانه كتجي على هذا الشكل هذا. انا غادي ناخذ واحد شويه ديال زيت الزيتون نديرو ليها ونعاود نخلطها هكا، نعاود نلفها بيديا غير كندخل ليها الزيت وصافي. صافي لهذا الشكل هذا. انا غادي نردها لهذا الاناء هذا ديال العجانه، نخليها حتى تطلع واحد شويه وعاد نعاودو نطلقها باش نوريكم الحشوه، نخدمو الحشوه ديال البيتزا. صافي من مورا ما درت العجينه ديالي ترتاح واحد شويه، انا دابا غادي ندوز للحشوه. في الحشوه كنحتاج فلفله خضراء، فلفله حمراء، اللي عندكم حتى الصفراء زيدوها، ما عندكمش الحمراء ديروا تكتفيو غير بالخضراء. عندي شويه ديال الشامبينيون، الشامبينيون غنديرو مع بيتزا ديال الكفته. عندي جوج ديال البيتزات، وحده بالكفته وحده بالطون. عندي كفته والطون، الزيتون كحل والبصله. انا عاده هاد الشامبينيون كيطيح بوحديتو في الفران ما كنشحروش، والفلفله حتى هي ما كنشحرهاش، كطيب بالنسبه مع العجينه في الفران. غادي ناخذ البصله غادي نشحرها وعاد ندوزو ديك الساعات نصايبو لاصوص الطوماط. ناخذ المقله ديالي ندير فيها واحد شويه ديال الزيتون وغادي نضيف ليها بصينات ديال بهذا الشكل هذا. انا غنشحر البصيله مزيان، نزيد عليها واحد شويه ديال الملحه باش كتعاونها تنزل دغيا هكا. صافي انا غنشحرها على هذا الشكل هذا. صافي نعاودو نتلاقاو باش نشوفو لاصوص ديالها. مورا ما تشحرات لينا البصلة على هذا الشكل هذا، انا زدت فيها واحد شوية ديال الابزار. غادي ندوز دابا لاصوص، هاد المقلة ديالي غادي ندير مطيشة محكوكة واحد جوج حبات ولا ثلاثة على حسب شحال ديال البيتزا بغيتو ديرو. انا درت هنا ثلاثه ديال الحبات ديال المطيش، وغندير عليها واحد الدرس ديال الثومه محكوم وشويه ديال زيت الزيتون. نخلطها صافي. انا هادشي اللي كندير في لاصوص، اللي بغى يزيد الربيع يزيدو، انا ما تنديروش. صافي غنضيف ليهم الملحه
هذا الشكل هذا، وندير واحد شويه ديال البزار، شويه غير بالروس ديال الصباع ديالكم. صافي انا نخلي هاد الصوص ديالي طيب حتى تختار مزيان وتحقن، ونعاودو نتلاقاو باش نصايبو البيتزا ديالنا. صافي العجينه ديالي المرمره كمرات، من هنايا كنسرحها بشويه ديال السميده الرقيقه والفورص دارش. هاد العجينه ديالي نكورها، نديرها كوارات متساوي. العجينة ديالي خرجت لي ثلاثة ديال البيتزات كبار، ونحاول أنني نديرهم قد قد. صافي غناخد واحد الوحدة نبدا نسرح فيها، نبدا نسرح فيها بالمدلك على هاد الشكل هذا. هاد العجينة هادي كتجي رطبة من الداخل ومكرملة من برا بحال ديال البيتزيريا المحلات الكبرى، هما كيبيعو البيتزا بهاد الشكل هذا. هاديك السميدة اللي كندير كتخلي انها تكرمل من برا، كيبقى من الداخل ديالها هشيش ورطب. صافي انا غنسرح العجينة ديالي مزيان مزيان بهاد الشكل هذا، حتى داك الزعتر اللي درت انا في العجينة لداخل كيعطي النكهة ديال الزعتر مجهدة، ما تحتاجوش انكم ديروا الزعتر من الفوق، انا ما تنعاودش نديرها. صافي بحال هكا انا كملت السرح ديال العجينه ديالي، ونعاود نطلق. انا درتها في الطاوله ديال الفران مورا ما سرحتها، كنحاول اننا نديرو الشكل ديالها دائري. بالنسبه للبنات اللي مبتدئات وما كتجيهمش هكا العجينه دايره، غادي ياخذوا واحد السيركل وغادي يطبعوا به واحد الاطار مدور. انا غادي نخدمها كامله بالشوكه هكا ندور عليها. هذا الشكل هذا ناخذ لاصوص طوماط اللي صايبت معاكم. لاصوص طوماط حاولوا انكم تجيكم عاقده هكا خاطره، راه ندور عليها بالجناب بحال الشكل هذا. شي ملي كتخطروها تقريبا معلقه ونص كدور لكم على البيتزا كامل وتجي بنينه. تحت شويه هذا الشب بحال هكا، وانا غادي ندير واحد شويه ديال الفرماج من تحت، هذا فرماج احمر كنديرو غير شويه وعاد نزيدوه من الفوق بالشكل هذا. غندير ديك البصله اللي شحرت معكم، اللي ما بغاش يشحر البصله عز عليه المذاق ديالها هكا كيكون مجهد احسن مش حراش. غندير فلفلة حمراء، هاكا مقطعة دوائر. صافي بنتي صافي.
غندير الفلفله الخضراء. انا مركبه بنتي وقلت طيب معاكم. صافي غندير الشامبينيون صافي. غادي ندير الكفته. بالنسبه للكفته انا غندير لها واحد شويه ديال الملح والبزار. صافي هادشي اللي غندير ما كنعرفهاش. من الاحسن ما تعطروهاش، تعطروها كتعطي واحد المذاق خايب وما تشحروهاش، حتى الا شحرتوهاش ما كتجي زوين. شحال نخلطهم صافي. وغنديرها كويرات هكا وغندير في البيتزا. صافي انا نكمل ندير هذا. غندير كل وحده باش كل مورصو ملي غنجي نقطع البيتزا تجي كل مورصو طيب ديال الكفته. صافي على هذا الشكل. هذا غندير الزيتون نحل هكا. صافي بنتي صافي صافي صافي. وغادي نعاود ندير الفرماج. انا ندخلها للفرن يكون مجهد شويه. البيتزا كتبغي الفران يكون مجهد. ونعاودو نتلاقاو غادي نكملو البيتزا معاكم. نديرو دابا ديالكم. كنسرح في العجينه ديالي على حسب البيتزا ديالك ديال الطول. فانا كنسرح وانا كنبقى نهز العجينه ديالي على هذا الشكل هذا باش ما تهزش الدقيق بزاف وباش ما تلصقش ليا. حاولوا انكم مره مره تهزوه باش ما تكثروش الدقيق باش ما تجيكمش فاصح. دابا انا نجيب الطاوه ديالي اللي غتدخل الفران. صافي ملي غنحطوها في الطاوله ديك الساعه كنقادوها باش يولي الشكل ديالها دائري. هاد تقوم تجبدو وتقادو فيها هكا حتى اللي بانت لكم معوجه قادو الشكل هذا. صافي غيولي دائريه. بالنسبه للبنات اللي عندهم طاوله هكا بحال ديالي مربعه وبغاوها مربع غيسرحوها نيشان فوق فوق الطاوله وغتاخد لكم هذا الشكل هذا ديال الفرشه. دابا كامل هكا. وغناخد دابا هي لاص طوماط ديالي وغنديرها كامله بلاص طوماط. هاد البيتزا كتجي زوينه في رمضان. تقريبا راه كنديرها ولا يومين ولا كتجي خفيفه وكتجي زوينه وشيشه. صافي دابا غندير شويه ديال الفرماج. ندير البصله ديالنا اللي شحرت كنفرقوها. حاولوا ما امكن ان نفرقوه باش كل مرصو يجي عامر ما يجيش خاوي. ندير ديك الفلفله الحمراء ديالي
حسب حتى الناس اللي نقول لك كيبغيو، كاين اللي كيبغي ديال الكفته، كاين اللي كيبغي ديال الطون، كاين اللي كيبغي ديال الخوي دماغ. انا بعدا تعجبني بزاف ديال الخوي دماغ، ولكن مكاينينش دابا متوفرينش عندي. ترجع الله يتوفر عندي ونجرب معاكم البيتزا ديال الخوي دماغ. صافي وندير الشامبينيون. الشامبينيون كما قلت لكم بلا ما تشحروا، تشحرتوه ما تيجي زوين، ما تيبقاش حتى ديال المنظر ديالو. صافي انا غنخبطو هكا سمو البيتزا ديالي. حاولوا ان الطون ما تفرتوش بزاف، ما تاكلوش شكل خايب في البيتزا. شويه هكا بيديكم. بالنسبه للطون هذا اللي كنستعمل، شفتوا كيفاش داير؟ هذا ديال تميمه، كناخدش انا داك الطون الاخر اللي كيكون مدقدق كله مفرتت. شي هذا كيكون داير نوريكم، كيكون شرائح هكا طروفه، حتى ملي كتقطعوه ما كيجيش مدقدق، وحتى اللوغو ديالو بنين بزاف على بالمقارنه مع داكشي اللي داكشي الاخر اللي كاين في السوق. صافي انا سليت. صافي غادي نزيد الزيتون وغادي نزيد الفرماج من الفوق. انا الفرماج سالا ليا، غادي نحكو واحد شويه ونزيدو من الفوق ونعاودو نتلاقاو باش نوريكم الشكل ديال البيتزا ديالنا. صافي هي البيتزا ديالنا مورا ما خرجتها من الفران، خدت قطعة ديال البيتزا، قطعت معاكم واحد الطريف. هادشي جي على الشكل هذا، رطبوه هشيشة، والحشوة ديالها رائعة. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. هانتوما شفتو. صافي غنعاودو نتلقاو دابا مورا ما طيب ديال الطون باش نوريو ليكم، تاهما نوريكم كيفاش هي كيجي الشكل ديالها. صافي البيتزا ديال الطون ديالنا مورا ما خرجتها من الفران، نقطع معاكم. شفتي الرائحة كطالعة منها؟ رائع تتشهي. ديك الريحة ديال الطون تميمة، ريحة بنينة. غنوريكم العجينة كتجي مزيان، كتجي بحال هكا. شوفوا شي رطبه وشيشه ورقيقه. يجربوا الوصفه وردوا عليا في التعليقات. نتمنى ان فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش بلي لايك ديالكم. ونسيت ما قلت لكمش واحد لاستيوس انا كنقدمها مع الزيت ديال البيتزا، الا بغيتوا الوصفه ديالو خليو لي لي كومونتير باش ندير معكم واحد الفيديو خاص بالزيت ديال البيتزا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.